السلام الله عليكم شباب. حد عنده أي سؤال على الحصة الماضية؟ طيب من باب التذكير، احنا في الحصة الماضية حكينا انه بدنا ناخد نومينال مومنت كاباسيتي للبيم زي ما كنا ناخد برينفورس كونكريت. برينفورس كونكريت كان تعريف الفيلير انه الكونكريت يصل 0.003 سترين. في الستيل كان تعريف الفيلير انه الستيل يصل 0.2، ولما حتى يصل 0.2 معناته بكون تولد عندي انا ايش؟ بلاستيك هنج. تكلمنا انه في الوقت اللي كان عندنا الالاستيك نيوترال اكسس عبارة عن السنترويدال اكسس، في حالة الالاستيك اناليسز وجدنا انه في البلاستيك اناليسز لازم الاريا تو بي ديفايدد انتو وات؟ انتو تو. وحكينا انه البلاستيك نيوترال اكسس والالاستيك نيوترال اكسس ار ذا سيم باي اشكال؟ اذا كان دبل سيمتريك. من هذا المنطلق لنفرض انه انا هلا قسمت اي اريا لاثنين. هلا هاي الاريا اللي بدي اقسمها لاثنين انا بعرف انه من فوق رايح يكون عندنا سيجما ييلد، ومن تحت شو رايح يكون عندنا؟ برضه سيجما ييلد. فحتى احسب الامبلاستيك لو حسبت السنترويد للشكل العلوي على مسافه واي 1 والسنترويد للشكل السفلي على مسافه واي 2 بصفي عندي الاي 1 في واي 1 تساوي الاي 2 في ايش؟ في واي 2. هاي بايش؟ بالالاستيك نيوترال اكسس. لكن احنا الاي 1 بتساوي الاي 2 في حاله مين؟ البلاستيك نيوترال اكسس. هلا احنا حسبنا واي 1 واي 2 بصير عندنا اي على 2 مضروبه بواي 1 زائد واي 2 مضروبه باف ييلد. شو بتعطينا؟ الامبلاستيك. هلا الاريا على 2 في اف ييلد هي شو بتعطينا؟ القوه اللي موجوده على التوب، القوه هاي. والقوه اللي تحتانيه هي عباره عن مين؟ عن الاي على 2، يعني سواء هاي ولا هاي مقدار القوة هي عبارة عن A على 2 مضروبة بإيش؟ بF field. هلا صفى الليفر آرم من هدول هو عبارة عن جمع السنترويد لهذا زاد السنترويد لمين؟ لواي 2. هاي وسيلة بالحسابات انت مش ملزم فيها، بس انت مطلوب منك انك انت ترسم هذا الشكل، تحسب القوة هاي والقوة هاي، ومنها تحسب قديش الكباسيتي للكروس سكشن. خلينا ناخذ مثل على ذلك. لاحظ الام بي عبارة عن سيجما ييلد في A على 2 في واي 1 زائد واي 2. كمثل على ذلك نطلع على الشكل هذا اللي مرسوم عندكم. هذه شطبوا لي اياها شوي. ماشي. احنا الحصه الماضيه مش طلعنا 1.53؟ طيب مش اذا less or equal to 1.5 هاي شطبوا لي اياها. ماشي. في النوتس. هلا السكشن بروبرتيز ديتيرمن ذا الاستيك سكشن مودولاس. انا عندي شكل اس بلاستيك مودولاس زد ييلد مومنت ام ييلد اند بلاستيك مومنت ام بي اوف كروس سكشن شون بلو. وات از ذا ديزاين مومنت اوف ذا بيم كروس سكشن ازيوم اي 992 ستيل. طبعا اي 992 ستيل يعني جريد قديش؟ جريد 50. جريد 50. هلا هاي المساله بدنا نحلها يدويا ونحلها من خلال سب. هلا انت اذا مش جايب ورقه معك، في حدا غير عماد مش جايب ورقه؟ لا انت بتستاهل، يعني من الطلبه اللي بتحضر اول باول بتستاهل انك تتابع. هلا لو اخذنا على الشكل تشوفوا الابعاد ونقدر اننا نحسب، عندنا الشكل الاتي. هاي 300، هاي 15، هاي 400، وهاي 25. وعندنا هاي 10. طبعا كل الابعاد بايش؟ بالمليمتر. بالمليمتر. هلا شو المطلوب منا؟ مطلوب منا نجد الاي اكس الاس اكس ومطلوب منا نجد ايش؟ الزد اكس.
حسب السؤال find elastic section modulus S, plastic section modulus Z, yield moment M yield و MB. مطلوب مني نجد M yield وإيش كمان MB. هلأ حتاجد الـ IX شو لازم أجد؟ السنترويد. حتاجد السنترويد إما باخد من تحت أو من فوق. أنا بدي أخد من تحت لنفرض Y bar. محمد بتقدر تنقلني كيف معادلة Y bar؟ نعم الايه تحت انا مش بعطيك هذا البعد هذا 400 شو بده يكون عندي 400 بقديش 400 ضرب 25 ضرب 12.5 وتحت راسا بحط طب بعدين زاد قديش 400 قيم 15 و25 قيم 40 شو بضل عندنا 360 ضرب قديش 10 ضرب قديش الليفر ارم عندنا 360 نصها 180 و25 205 زائد 300 في 15 في قديش ممتاز في 392 ونص كله هذا بده يتقسم على اريا جروس تقسيم ايش اريا جروس قديش قيمة الاريا جروس هي عبارة عن 400 في 25 زائد 10 في 360 زائد 300 في 15 الاريا جروس بتطلع عنا تساوي 18100 مليمتر سكوير الاريا جروس ولو حسبنا واي بار بتطلع عنا واي بار تساوي 145.3 مليمتر واي بار شو بتساوي 145.3 مليمتر في داعي احسب لكم اي اكس يعني استاتكس ونحسبت عدة مرات هون تحسب اي اكس بطلع عندك اي اكس بتساوي 503.7 في 10 القوة 6 مليمتر to the power 4. هلا السكشن مودولس عادة اما بكون له قيمة واحدة او كم من قيمة قيمتين اذا كان السكشن مودولس البعد يعني هلا لما احنا حسبنا 145.3 احنا هاي قيمة الواي بار هاي قيمة الواي بار اذا في عندي سكشن مودولس لللور بارت وفي عندنا سكشن مودولس لمين للابر بارت فهلا بدنا نحسب اثنين بالستيل بعني انا بواحد ولا معني باثنين الاصل بالستيل اكون معني بواحد لانه الافيل للستيل في التنشن نفس الافيل للستيل في ايش في الكومبريشن لكن برضو لازم نحط اثنين ونحسب اثنين هلا اذا بدنا نحسب الاس اكس حسب النوتيشن المعطية معنا في التابلز بالبوزيتيف هي عبارة عن ال 503.7 في 10 القوة 6 على قيمة الواي العلوية قيمة الواي بار العلوية هي عبارة عن 400 هاي لنا 503 قيمة الواي العلوية هي عبارة عن 400 ناقص الواي بار اللي حسبناها اللي قديش 145.3 هاي إذا حسبناها بيطلع لنا الجواب 1.977 في 10 القوة 6 مليمتر تكعيب وإذا بدنا نحسب الـ SX للمنطقة السفلية ناخد الـ 503 اللي هي بالنيجاتيف بتكون للمنطقة اللي بالأسفل ومنقسم على 145.3 وهي بتعطينا قيمة تساوي 3.47 في 10 القوة 6 مليمتر التكعيب هلا اذا بدي احسب الام يلد للسكشن شو عرفنا الام يلد للسكشن حدا بذكرني يا المومنت كاباسيتي لما النقطه في الكروس سكشن شو بتصل السيجما يلد هلا بعديها بدخل انا في ايش في الانلاستيك رينج فالام يلد بدي اضرب الاف يلد بايش باس اكس بوزيتيف ولا اس اكس نيجاتيف
يعني فين اول نقطه بتصل للافيلد، الطب ولا البطن؟ الطب. اللي قال البطن مين؟ نتناقش ليش البطن. هلا لاحظ انا هون بدي ارسم ايش؟ سترين دياجرام. بتلاحظ لانه نيوترال اكسس قريب من هون، رايح يكون هون سترين عندي ماله قيمه صغيره، ورايح اصل هون ابسلون ييلد وادخل في الانيلاستيك رينج، وهذا لساته مش داخل في الانيلاستيك رينج. فعاده اما انا باخذ الاس اكس الاقل. ليش الاقل؟ لانه عليها الليفر ارم ماله الاكبر، او بعللها بهذا الاسلوب فبطلع عندنا الام ييلد اللي هي عباره عن 1.977 في 10 للقوه 6. بدي اضربها بالاف ييلد للاي جريد 50 اللي هو قديش بيساوي؟ 340. هذا بعطيني نيوتن مليمتر، بدي اقسم على 10 للقوه 6 بيطلع عندي الجواب 672 كيلو نيوتن متر. مش هدف الامتحان يطلع لي الام بلاستيك اقل من 672. الام بلاستيك شو لازم تكون؟ اكبر من 672. هلا اذا بدنا نحسب الام بلاستيك، خلينا نعمل اريز. حدا بده شيء قبل ما اعمل اريز؟ اعمل اريز. طيب هي اريز. احنا حسبنا اريا جروس، شو كانت قيمه الاريا جروس؟ حسبنا الاريا جروس قديش كانت؟ ممتاز. اذا عندنا هلا 18 الاي على 2 تساوي 18100 على قديش؟ على 2. هاي حتى احسبها لازم تساوي 400 ضرب رقم، يعني اما بضرب 400 ب 25 زائد هالقد حتى اطلع الواي بار. بس انا بتفاجئ انه 18100 على 2، افرض هاي 18000 على 2 قديش راح تعطيني؟ 9000. ال 400 ب 25 شو رايحه تعطيني؟ 10000. اذا فين بتوقع الواي بار تكون؟ في قلب مين؟ في قلب البطن. لذلك هون بقدر احط 400 في واي بار، فبيطلع عندي واي بار بلاستيك، واي بار بلاستيك بتساوي 22.6 في 10 مليمتر. طبعا هاي نادر ما انها تحصل، لكن بعد المسألة لانه البطن فلانج عندنا كبير كتير اصلا. هلا احنا اتفقنا انه اذا بقدر احسب واي 1 واي 2، واي 1 اللي هي هلا احنا بالواي بلاستيك، خلينا نعمل اريزر لهذا، شلنا هذا هلا واصبحت عندنا الوضع هي الواي بلاستيك. في عندنا واي 1 هون وفي عندنا ايش؟ واي 2 هون. يعني بدنا نحسب مسافه واي 1 ونحسب مسافه واي 2. وباكد انه هذه طريقه للحل، انت مش ملزم فيها، انت باستطاعتك شو كيف تحل. خلص تحط كل واحدة اف ييلد تضربها بمين؟ بالليفر ارم لها، واللي تحت الاف ييلد بالليفر ارم لها. بس اذا بدنا نشتغل على واي 1 وواي 2 بيطلع عندنا، احنا حكينا واي 1 هي مسافة السنترويد لايش؟ للطب بارت. واي 2 هي مسافة السنترويد لمين؟ للبطن بارت. فواي 2 سهلة جدا. قديش انا حسبت الواي؟ ب 22.6. حتحسب واي 2 شو بدي اعمل؟ اقسم على قديش؟ على 2. تطلع عندي 11.3 مليمتر. 11.3 ايش؟ مليمتر. هي مسافة السنترويد لمستطيل. قديش السنترويد لمستطيل؟ القيمة اللي حكيتها. هلا احنا لما بدنا نحسب واي 1 حتى احسب السنترويد لهذا الشكل، امامي خيارين. اما اخذ about this axis المومنت، او انا اوريدي حاسب المومنت about which axis؟ about هذا الاكسس. لمين؟ للشكل كله. اذا طرحت منه هذا الشكل بكون حاسب المومنت about this axis لمين؟ للي فوق.
اذا قسمته على الاريا بحسب السنترويد من اي نقطة؟ من هاي النقطة. اذا طرحت منه ال 11 ال 22 و6 شو بكون حاصل على قيمة واي 1؟ اذا الحساب واي 1 اما بتشتغل على السنترويد بالطريقة اللي انت عارفها او انت اوريدي حاسب كل الاريا هاي قديش بتعمل لك مومنت اوف انيرشا مومنت فيرست مومنت اوف اريا اباوت ذس، اطرح منها القيمة هاي تكون حسبت قديش عندك فيرست مومنت اوف اريا اباوت وات اباوت ذس. مجرد ما حسبت اباوت ذس قسم على قيمة الاريا للفويل اللي هي اريا على 2 بتكون حسبت قديش قيمة السنترويد من فين من هون، اطرح 22 و6 بتحصل على قيمة السنترويد. لو طبقنا هذا الكلام بيطلع هيك عندنا واي 1 تساوي الاريا جروس اللي هي عبارة عن 18100 ضرب 145.3، مش هاي ال 145.3 اللي هي كانت الالاستيك سنترويد، هاي اذا طلبتها بالاريا جروس هي عبارة عن جميع مين؟ كل الارياز اللي محمد نقلني اياهم، كل الارياز اللي محمد نقلني اياهم كفيرست مومنت اوف اريا لما قسمناها على الاريا جروس شو طلع عند الجواب؟ اذا ال 145 في 1800 بعطيني كل هذا، شو بدي اطرح منه؟ نص الاريا اللي هي قديش؟ 9000 وايش؟ و50 مضروبه بمسافه 22 و6 على 2 تقسيم نص المساحه اللي هي 950 وبدي اطرح منها ايش؟ المسافه هاي اللي هي 22 و6 22 و6 بطلع عنا قيمة الواي 1 اللي هي بتساوي 256.7 مليمتر. معناته الامبلاستيك بدها تساوي الاريا على 2 اللي هي قديش بتساوي لنا 9050 في واي 1 زائد واي 2. حسبنا الواي 1 اللي هي عباره عن او الواي 2 اللي هي عباره عن 11.3 زائد الواي 1 اللي هي عباره عن 256.7. هاي قبل الامبلاستيك اذا حسبنا زد اكس، خلينا نحسب اول شيء زد اكس بعدين امبلاستيك، اذا ضربنا هاي بهاي بتعطينا 2.43 في 10 للقوة 6 مليمتر تكعيب. ومنها اذا بدي احسب الام بي الامبلاستيك باتجاه الاكس بضرب قيمة 2.43 في 10 للقوة 6 بضربها بقيمة الافيلد اللي هي 340 وبقسم على 10 قوة 6 حتى احولها لكيلو نيوتن متر، بيطلع عندي الجواب 826 كيلو نيوتن ايش متر. هلا امامك انت خيارين، اما تراجع حساباتك يدويا او تراجع حساباتك من خلال سرب. الان بدي اعلمك كيف تراجع حساباتك من خلال سرب مش يدوي، يعني بدنا نتعلم كيف نحسب كل هدول البروبرتيز بس من خلال ايش؟ من خلال سرب. تسلم على الايدين. تفرقش عندك شو الوحدات ولا انت يو ار نوت ورينج اباوت ا موديل، فحط اي موديل عندنا احنا. لا ما احنا بدنا كروس سكشن. الان بتروح على شيء اسمه ديفاين section properties frame section add new property، وبعد new property بدنا نروح على شيء اسمه ايش؟ other. other وهون بنلاحظ بالother في عندنا شيء اسمه ايش؟ section designer. هلا هذا section designer احنا رايحين نتعلم عليه بالتدريج. شو يعني بالتدريج؟ يعني كل ما كانت عندنا مشكله معينه نعطيكم اياه، بس اول شيء هلا بدنا نخليك تكون مبسوط عليه. هون لما بيكون عندك ماتيريال تأكد ان الماتيريال شو تكون عندك، طلع علي
هون بدك تتأكد انه هاي الماتيريال اللي تحطها هون اللي هي لنفرض ستيل هي نفس الماتيريال فين في السكشن ديزاينر. هلا يعاد كانسل. هلا حطيت انا اد نيو بروبرتي تمام، حطيت هون مادة اذر وحطيت ايش سكشن ديزاينر. هلا في المادة اذر سكشن ديزاينر احنا بنحكي عن مين؟ عن الستيل. شو بنختار؟ ستيل. وبندخل على ايش؟ على السكشن ديزاينر. طريقة الرسم هلا مش وايد ان نتعلمها. انا بدي اي سكشن، بعلم من هون، بختار الاي سكشن وبكبس بوسط هاي، بعطيني شكل للاي سكشن. باليمين للفقرة انكبست بيطلع عندي هذا الموجود عندكم ماتيريال الاي اللي انا اخترتها ماشي. هلا بقول لك الاكس سنتر والواي سنتر للشكل ككل 0 0، يعني سنترويد هو بعض. هلا لاحظوا انا لسه مش عمالي بحسب اشي، انا هلا هو بعطيني خصائص لمقطع، انا الان بدي اغيره حتى يصير المقطع اللي عندي. بس فين انا المركز عندي؟ الكوردينس عندي 0 0. هلا كونها 0 0 بقول لي قديش الهايت لمقطعك؟ قديش الهايت كان لمقطعنا احنا؟ 400. بحط 0.4 تمام؟ بيجي بقول لي قديش الطب ويت؟ 15. الطب ويت؟ بحط له 0.3. بقول لي قديش الطب ثيكنس؟ قديش؟ 0.25 ولا 0.15؟ بحط 0.15. طيب الويب ثيكنس الثيكنس عفوا الطب ثيكنس داية شوي هي 15 ملي 0.015 اوكي تمام. هلا الويب ثيكنس 0.01 تمام. البوتوم ويث بحط 0.4. البوتوم ثيكنس 0.025 وروتيشن 0. بعمل هلا اوكي، خلصت على اوكي، باجي هون بقول له ديسبلاي شو سكشن بروبرتيز. كيف اعطاني السكشن بروبرتيز؟ نبدا خطوه خطوه. كاريا قديش انا حاسب هالاريا بالمليمتر سكوير؟ 18100 صح، مليمتر سكوير قسم على 10 القوه 6 شو بتعطيك؟ 0.0181. هلا هذا اذا بتحبوا تتسلوا في البيت احسبوا التورجنال كباسيتي للمقطع بيطلع عندك هذا الرقم. الاي 33 حسبناها قديش كانت عندنا الاي اكس اكس؟ 503.7. هاي 503. هلا لاحظ الاي اكس اكس ل 10 القوى قديش؟ 6. الاي اكس اكس ل 10 6 مليمتر سكوير. هلا الرقم اللي عندك هون مليمتر تو ذا باور 4، لا الرقم اللي عندك هون مليمتر متر للقوة 4. إذا حولت متر للقوة 4 لمليمتر للقوة 4 شو بدي أضرب؟ 10 قوة 12. راحت العشرة القوة ناقص 4 شو ضل عندي؟ 10 القوة 8. حتى أحصل على 10 قوة 6 لازم أضرب هذا بمية، لما بضرب هذا بمية شو بطلع عندي؟ 503.7. ف 503.7 في 10 القوة 6 نفس القيمة اللي حسبناها. هلا تسلوا في البيت احسبوا اي 22 تطلع عندك نفس هذا الرقم الاي 22 اللي هو بالواي بالاتجاه الواي. هلا بتيجي على اي 23 بما انه انا عندي اكسس اوف سيمتري اي 23 قديش لازم تساوي؟ صفر. بنيجي لهدول الاريا للشير اللي هي على الويب، هلا مش عمالنا نستخدمهم لما بنحتاجهم بحكي عنهم. الاس 33 قديش حسبناها؟ لاحظ هلا الاس 33 وحدتها اصبحت ايش عندي؟ متر مكعب. لما بدي احول متر مكعب لمليمتر مكعب بدي اضرب 10 القوى قديش؟ 9. راحت العشر القوة ناقص 3 وصار 10 القوة ديش 6. طلع على S33 شو بتلاحظ عندك؟ مكتوب قديش؟ 1.977. والتاني قديش مكتوب عندك؟ 3.466. طبعا هدول لو حسبت للآي 2 بتطلع عندك هذا الرقم وهذا الرقم. نيجي للزد، زد 33 قديش حسبناها؟ 2.43. وبعطيني اياها 2.42. نطلع على قيمة الR، هاي الراديوس of gyration، قسم الاي الاي 33 قسمها على الاريا، خذ الجذر التربيعي بعطيك الار 33 وهي الار 22. هلا اذا بتطلع على فوق، فوق معطيك قديش مسافه السنترويد، قايل لك انه السنترويد 0 في الاكس وفي الواي قديش؟ ماينس 0.0547.
احفظوا لي هذا الرقم 54.7 ايش مليمتر 54.7 مليمتر شو هي 54.7 مليمتر ممتاز. احنا لما حسبنا هاي المسافة احنا هلا هو بحسب من فين؟ من الوسط اللي هي الميتين. هلا ميتين ناقص القيمة اللي حسبناها اللي هي قديش؟ 145.1 3.3 شو بتعطينا؟ 54.7 مليمتر يعني 0.054. فلاحظوا انه ال 0.0547 هي المسافة من فين؟ من نص هذا لهون هي نفس المسافة اللي احنا حسبناها. فانت باستطاعتك من خلال السكشن ديزاينر لأي شكل انك تحسب كل البروبرتيز وبتبدأ من هون. اذا تأكدت انه المسافة هون صح بتكمل، اذا المسافة هون غلط شو بتعمل؟ هاي بتعطيك ليش؟ للإلاستيك نيوترال أكسس. للإلاستيك نيوترال أكسس، البلاستيك نيوترال أكسس الأصل إنه يعطيك إياه هون، بس مش عماله بعطي قيم مالها صحيحة، يعني لما اطلعت القيم مشكوك فيها للبلاستيك نيوترال أكسس، لأنه هون محطوط أنا بلاستيك نيوترال أكسس، بس الدي 3.3 اللي هو معطيني إياها مش اللي أنا حاسبها، أنا حاسب 200 ناقص خلينا نقول 22.6 بده يطلع عند الرقم بحدود 100 وبالسبعينات، هون مش معطيني هذا الرقم، فلذلك هاي عليها question mark، هاي عليها question mark. أما عدا عن ذلك I verified all values from here to here، يعني خلينا نقول كالآتي في السكشن ديزاينر القيم اللي بعطيك إياها من هون لهون all verified، آخر تنين رقمين إما بوسط فيهم إشي أنا لسه مش فاهمه او فيها مشكله في عمليه البرنت اوت، بس انترنالي عماله بيستخدم الرقم الصح في ايجاد النتائج الصحيحه. بدي احصل على نفس النتائج اللي طلعت فعلا قبل ده امكن الكوردينات تحت صح بالضبط. طب بنتقلش يعني لو بنتقل، بس هلا انا بديش انقله انت من البدايه لما حطيت السكشن ديزاينر هون هاي هون هاي اوكي، لما اخترت هذا من البدايه ماشي طيب استاتو الان بتعمل add new property و section designer وبدك مادة الستيل وهي section designer، لما بدك تبدأ على هون وتختار هذا المقطع انت باستطاعتك تعتبر انه هاي النقطة هي ايش؟ النقطة المرجعية وتكبس، وباستطاعتك انك تغيرها تعمل الاكس الواي سنتر ناقص 200 ماشي وتبدأ هون تحط ايش؟ النتائج. هلا اذا عطيت الاكس ما هو زيرو بضل على الوسط، هلا اذا هون عطيت النتائج رجعت تعطي النتائج قديش النتائج عندك؟ قلنا هون قديش عندنا؟ بوينت ايش؟ بوينت 4. وهون قديش عندنا توب ويث؟ بوينت 3. وقديش التوب ثيكنس؟ بوينت 0.15 التوب ثيكنس، والويب ثيكنس بوينت 0.1 والبوتوم ويث بوينت 4 والبوتوم ثيكنس بوينت 0.25 وروتيشن 0. اذا عملنا الله يكرمك وهي بدنا نحط سالب بوينت قديش؟ بوينت 2 ونحطه اوكي. هلا حطها لو حطينا موجب بوينت 2 بيختلف الوضع. هلا اذا عملنا هون ديسبلاي شو سكشن بروبرتيز لاحظ من المركز قديش صار عندك؟ ماينس 0.2547. انا للاسف الشديد هيك طلع الحل، خلينا على 0.0 اريح لنا، لا بد الا في طريقة، بس انا هلا مش معني بايش يعني عملت تجربة واحدة، خلينا احاول اعمل التجارب التعديلية في البيت بعدين اطرحها لكم. الكمبيوتر شباب
أي سوفت وير في الدنيا بدك تتعلمها كيف بتتعلمها؟ لاحظوا المنهج اللي أنا عمالي برسخه عندكم في كل المساقات اللي بعلمكم إياها. بتحسب إشي في إيش؟ في اليد، وبتصير تعمل تريالز وتشوف إمتى بتزبط التريالز معك وإمتى إيش ما بتزبطوش حتى تسيطر على الموضوع. السكشن ديزاينر آخر مرة علمته لما علمت الستيل من 5 سنين تقريبا، وبعديها ما علمتش الستيل وما استخدمتش السكشن ديزاينر. فأنا هلأ شو عمالي بعمل؟ بحاول إنه كل بروبلم بدي أحل لك إياها لقدام شو أسوي فيها؟ أبدأ أصير أحسب وأصير إيش؟ أرجع أتذكر السكشن ديزاينر من الأول لاب وجديد. بالسابق كنت أحيانا أطلب من الطالب يرسم شكله ويطلع البروبرتيز إله إذا بيقدر يعني. فإذا صار معنا وقت مجال في الأخير بعلمك كيف ترسم أي شكل وشو تطلع له الخصائص. يعني لابد لو واحد منكم بحب يعرف قديش الشيب فاكتور تبع، أتوقع يطلع السنترويد هون somewhere here يعني. هاي المنطقة هاي اللي اتصال في مين؟ اتصال الطفل في أمه، والله أعلم هي بالسنترويد حتى يتم التوزيع لإيش؟ لكافة الأماكن بمسافات مالها إحنا عادة في التصميم بدنا نأجله شوي. ليش؟ أو نحكي بهذا الأسلوب. إحنا حكينا في عنا lateral torsional buckling، وشو في عنا كمان؟ local buckling. هلأ حتى أصمم أنا lateral torsional buckling بتوقع إنه الاسترس للبيم ماله يختلف حسب ايش؟ حسب الطول. مش احنا حكينا في البكلينج كل ما اختلف الطول بيختلف قديش الاسترس للكولوم للبيم، بده يكون الوضع نفس الشيء. بما انه اللينكث كل ما زاد بيصير عنده لاترال تورجنال بكلينج، متوقع انه الكباستي للبيم لها علاقه بايش؟ باللينكث. فانا بدي ابدا اول شيء التصميم بشغله بسيطه اللي هي للسيرفيسبيليتي. التصميم لمين؟ للسيرفيسبيليتي. اراجع لكم ماده الخرسانه اللي انتم اخذتوها. هلا احنا لما علمناكم خرسانة شو قلنا لكم؟ قلنا لكم انا اذا بدي اصمم للسيرفيسبيليتي، شو يعني السيرفيسبيليتي؟ يعني اذا بدي اطلع على هذا الجسر مش لازم يكون ماله منحني، العين مالها ترضاش هذا الكلام. طب العين بترضى هذا الكلام، لكن اذا كان في ازاز، الازاز ما برضى، شو بصير فيه؟ بتشاء. طيب الازاز، انسى الازاز صار. هلا احنا في عندنا مبدا بقول لك ابن العظم من تحت لفوق وشطب من فوق لتحت. طب ليش شطب من فوق لتحت؟ ممتاز. اذا اول لاحظوا هلا شباب في عندنا مساق اسمه اسس التصميم النظامي، هذا بينزل عاده الفصل الثاني. بمساق اسس التصميم النظامي بنحاول نوصل لك فكره انه الشيء اذا كان صح، يعني تخيل على سبيل المثل اعطي مثل وجه الانسان، لانه هذا دائما بحكي انا في مساق اسس التصميم. هلا وجه الانسان احنا بالتصميم باسس التصميم النظامي بنجمع ميكانيكال الكتريكال معماري وإنشائي. هلا لما ربنا قال خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إذا لازم بهدول الأربع تخصصات اللي أنا بطرحها شو يكون في أحسن تخصيص. هلا لو حطيت كمان 20 تخصص نفس الشيء. أقوى منشأ عرفه الإنسان في الطبيعة تاخدوه بخرسانة ثلاثة، اللي هو عبارة عن الدوم اللي بأكم انحناء بانحنائين. لذلك البيضة إذا حاولت تكسرها بشكل منتظم، محمد علي كلاي له قول مشهور غلبتني بيضة، يعني حط بيضة وبكل قوته ما قدرش يكسرها. لكن لو ضربتها هيك على الجنب شو بتعمل فيها؟ تكسرها. لذلك لاحظ لو احنا بدنا نعمل مثلا اشي يطلع للفضاء نعمله بشكل ماله منحني باتجاهين. طيب فكركم هل ممكن ترسم وجه لإنسان بشكل غير هذا الشكل ويطلع اجمل؟ يعني تخيل لو كان وجه الإنسان مثلا بشكل مستطيل، اذا حملته العينين بتطلع لبرا وبنحرف من فوق، إذا شلت الحمل وشديته من جوا العينين بتطلع لجوا وبتغير الشكل. لكن هاي الشل إيش ما حطيت عليها حمل شو بضل الشكل؟ نفس الشيء. إذا الإشي اللي أعطاك أقوى نظام إنشائي أعطاك أجمل شكل معماري. لذلك دائما إحنا بنقول المهندسين المعماريين الناجحين في التاريخ إن الإنشائيين. طيب لو طلعنا على عملية الدرينج، العرق بينزل من جسمك صح؟ بيجي على هذا، هذا the first drainage system، بيشيله عن مين؟ عن عينيك. إذا نفدت شوية عرقة من هون في عندك نظر drainage system اللي هو مين؟ هذا بيشيله عن مين؟ عن العين. فعندك أنت drainage system ماله كتير مرتب برضو على وجهك. لاحظ هذا drainage system واحد يشيل هدول ويشيل هدول كيف بيصير شكله؟ بشع. إذا drainage system برضو حسن بإيش؟ بالشكل. طلع على عينك الكاميرا المتقدمة هي نفس العين، بتلاقي لك إياها شو بتعمل بالبؤبؤ بتزيده إيش
وبتوسعه وبتقلله. طب احنا هذا النظام الكهربائي الموجود مثل الكاميرات الموجودة في عينينا، تخيل واحد تشيل عينه كيف بصير شكله، او تحط له عين بالوسط كيف بصير شكله؟ اكيد ايش؟ غير جميل. لا غير جميل. صحيح في عنا قصص بالتراث موجودة، بس هاي القصص اللي بالتراث اساطير، يعني انها بتخيل شكل مختلف. خلينا اضحككم شوي في قصة من التراث، بس هي إلها مغزى، يعني أنا بحكي لكم إياها بهدف مغزاها. يقال في الأساطير السابقين أنه أحد الملوك أصيب بمنخاره في ورم، فشو صار منخاره؟ كبير. صار الوزراء لا يملكوا إلا لما يشوفوا أنهم يضحكوا. حاول كل الوسائل أنه يعالج منخاره، ما طلعش بيده. فبالأخير قالوا له أمامك خيارين، إما منقص لك منخارك، أو ممكن هذا المرض اللي عندك شو ينتقل لأجزاء تانية بوجهك. قال لا قصه. هلا لما قصوه كيف صار شكله؟ صار لا يملك حدا من الوزراء يشوفه إلا يضحك. فهو غضب، فطلع قرار إنه كل وزير عنده شو يعملوه؟ يشيل منخاره حتى ما حدش يضحك على التاني. هلا الوزراء لما راحوا على بيوتهم مين صار يضحك عليهم؟ نسوانهم أولادهم. فطلع قرار إنه كل حدا موجود داخل الدولة ينقص منخاره. لما صار يجي الولد الصغير شو يجي؟ مع منخار. فطلعوا قانون الفطام، كل ولد صغير ينولد شو يعملوا؟ يقصوا منخاره. مضت الأمور، صار هالقرية كل الناس اللي فيها مالهم. إجا واحد بعد 100 سنة يزور هالقرية من بعيد، تعرفوا كيف زفوا؟ زفوا أبو منخار أبو منخار. يعني أصبحت عملية وجود المنخار مالها. فأنا بحكي لكم إنه كتير من الأحيان بتكون الأمة عايشة بلا مناخير، بيجي واحد بمنخار بنزف إيش؟ أبو منخار أبو منخار. فلما لما بنعدم الذوق ببطل الإنسان يميز الجمال عن غير الجمال. أنا بتمنى إنه ذوقكم دائما ما يكونش معدوم ويكون راقي، وتميزوا الطعم الكويس عن الطعم العاطل، لأنك اللي بيجرب منكم الطعم الكويس لا يمكن يرضى بعديها بالطعم مين؟ العاطل. هيك الأصل. نتمنى لكم كل توفيق. سيرفيسيبيليتي، بدي أسألكم سؤال في السيرفيسيبيليتي. علمناكم إحنا إنه الفلور اللي بده يكون عليه إصارة، أنا قلت لكم منشطب من فوق لتحت لهدف واحد، من ناحية نظافة. واثنين، أنا شباب لما بقصر، لما بقصر وبرجع ببلط البلاط فوق السقف، شو بصير بالسقف؟ بنحني. هلا لما بنحني السقف شو بصير في الإصارة؟ بتشقق. بس أنا لما بشطب من فوق لتحت بكون أنا بلطت هذا الطابق، وجيت من تحت شو عملت؟ أصرت، أصرت على وضع ماله، أخذ حده، أخذ حد ديفليكشن. فلذلك إحنا بنشطب من فوق لتحت لمزايا عديدة، منها نظافة، منها إنه بصير عندنا السقف بحكم أنبلاسترد، بحكم أنبلاسترد. لكن إذا أنت بدك تعمل للسقف بلاسترد، لاحظ الديفليكشن المسموح فيه قليل. إذا كان unblastered الديفليكشن المسموح فيه ماله أعلى. إذا كان مثلا على سبيل المثل روف لسه بتسمح فيه بإيش؟ أكتر وأكتر. طبعا الديد لود ديفليكشن عادة بالستيل بنهمله، السبب إنه بنعمل كامبرينج، يعني لما بنحط الستيل بيم بنعمله كامبرينج، بحيث إنه هذا الستيل بيم لما تشيل الطوبار هو ما بالطوبر، بس أنت لما بيجي لك منحني لنفرض شو بتحطه؟ بالعكس. فالستيل بيم والكونكريت بنحل فيها مشكلة الديد لود ديفليكشن. المشكلة شو بتكون عندنا؟ في اللايف لود ديفليكشن. هلا الديد لود ديفليكشن مش مهم في الستيل لأنه وزن الديد لود في الستيل ماله قليل، ومش مهم في الخرسانة المسلحة لأنه بنعمل كامبرينج. شو يعني بنعمل كامبرينج؟ بنرفع الجسر من فين؟ من وسطه. إذا هون بنقول ديد لود ديفليكشن نورمالي نوت كونسيدرد فور ستيل بيم. الحصة الجاي فكروا لي يا ترى الاسبان منقسمها على قديش حتى نوصل على دبث بيم. يعني بدي ابدا معك ببناء حسي، بس هذا البناء الحسي بدي افاجئك بشغله فيه. هذا الجسر اللي حاطه اللي هو 9 متر قديش حاطط عليه لايف لود؟ 40 كيلو نيوتن، يعني كم من طن؟ 4 طن. وهذا الديد لود واللايف لود لما بقوله 10 كيلو نيوتن على المتر يعني قديش؟ 1 طن على المتر. بالرينفورس كونكريت بيم قديش بكون هذا؟ أعلى بكتير. فأنا حاطط لكم بيمز عليها حمل ماله قليل جدا حتى نناقشها في الديفليكشن. بالواقع رايحين تلاحظوا أنه في عنا أحمال مالها أكتر، بس بدي منك بالحس
يا ترى بالخرسانة لو كان هذا خرسانة 9 متر بقسمه على قديش؟ simply supported. بدي أجد الدبث initially على 16 بسمبلي صبر. يا ترى بالستيل على قديش بدي أقسمه؟ جواب من جاوب إن شاء الله الحصة القادمة. يعطيكم ألف عافية.